شخصية رياضية حبيناها وعشقناها. كان فيه بيوت جنبنا وجدامنا كله السوق، يعني سوق الذهب. واقف. سوق الذهب جيرانكم اللي لأنكم أنتم في قلب، يعني في قلب الدوحة، في قلب السوق. كل ما جاب الصفيحة وكبها في هذه يحط شخط، شخط على البيت، يشخط على البيت، يشخط هالشكل على البيت، ويعني هذه الفلوس. أذكر جدام بيتنا وجدام بيت سلمان الشاعر الله يرحمه، الله يغفر له، كان في ملعب صغير. أنا صار معي قصة، أنا بيها القصة، يعني جماعتي وهلي وربعي في خالد بن الوليد، وأنا في أبو بكر الصديق. أنا كنت وأنا صغير شوي يعني شقي، شوي شقي، ها؟ إيه شوي شقي. شاطر يعني هم شاطر ولا ما أنتم شاطر؟ هاي المشكلة أنهم الحين بتجيك السالفة، المشكلة هم يشوفوني إن لو أنا شيطان وشقي لكن أنا شاطر. طبعًا أنا الحين تشوف ما حد يعرفني إلا الصايغ، صح؟ صح. أنت الحين تقول ماجد الصايغ، صح؟ بس أنا مش ماجد الصايغ، أنا ماجد محمد، ماجد محمد الماجد. يعني أنت من الطلاب اللي كانت تطلع أساميهم في الإذاعة؟ إيه يومياً أو يوم ورا يوم لازم في الفصحى يجيبني افتح أربع ضربات على يدي بالخيزران ويلا روح. كانوا الأولين حريصين على أن احنا يعني ناخذ علم ونتأدب. كنت بس أكثر شيء أميل للكورة، من مؤسسين المسرح القطري في قطر. المسرح القطري في قطر، أنا من المؤسسين. أيوة. أصلاً أنا من خريجين دار المعلمين. في كأس الأمير أنا لعبت حوالي 4 أو 5 مباريات بس. وأنت في الإعدادية؟ وأنا في الإعدادية فزنا عليهم في أول شوط 5-0، 5-0، وأنا كنت مبدع في هذيك المباراة. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامج البرواز، وما زال الحوار متصل مع الكابتن ماجد الصايغ. محمد الله يمسيك بالخير. مساء النور. شلون مسيت؟ الله يسلمك. عساك طيب. الله يعطيك الصحة والعافية. تذكر وين وصلنا للسالفة يوم احنا في سوق واقف؟ والله وصلنا لغاية ما صرت أنا في نادي الوحدة. نادي الوحدة. طبعا هذه نادي الوحدة هي الانطلاقة الحقيقية لي بالنسبة لي أنا في كرة القدم. طبعا انضميت لفريق الشباب اللي هو ذيك الأيام يسمونهم بعد الثانوية. لا كنت في الثانوية. في الثانوية. حتى مو في الثانوية، في الإعدادية. الإعدادية استغفر الله العظيم. كنت في الإعدادية وانضميت لفريق الشباب. بعدها طبعا لعبت فريق الشباب. وين كان موجود الوحدة؟ الوحدة في براحة الجفيري. سنة كم هذا الكلام؟ والله بالضبط أنا مش متذكر، 68 69 قبل اندماج الأندية. اي قبل الدمج طبعا. بعدين طبعا لعبت معهم حوالي 5 مباريات. صار في كأس الأمير، خلصنا الدوري بالنسبه للشباب، فريق الشباب اللي هو كان اول درجه اولى ودرجه ثانيه. صحيح. احنا كنا درجه ثانيه، ما كان في الشباب، بس يعني بدرجه الشباب الحين. رفعوني من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى وخلوني العب كاس الامير، وكانت اول مباراه نلعبها مع نادي الخور اللي هو نادي التعاون. كان أكيد غلبوكم. نادي التعاون، نادي التعاون طبعا مع نادي الوحدة، ما كان نادي الوحدة يفوز عليهم، نادي الوحدة الوحيد يمكن اللي فاز على العروبة، لكن ما فاز على الخور لهم التعاون. في ذاك اليوم لعبنا في أول هفتين، أول ما نزلت أنا كنت صغير، الجمهور مستغربين شو هاي صغير هذه وضعيف يلعب، مستغربين يعني. أول نزول لك؟ أول ما لعبت نزلت، جمهور الوحدة كان جمهور كبير يعني. صحيح. كان يغطي استاد الدوحة كله. صحيح. يعني مثل ما تقول مستغربين شلون هاي صغير بيلعب بين هالكبار هذيلا. وبعدين لعبنا الشوط الأولي، أنا تسببت طبعا، جبت جولين، تسببت في حول 3 أجوال.
وفزنا في الشوط الأول فزنا 5-0 بس الشوط الأولي 5-0 وأنا السبب على التعاون لهم الخور. وطبعا الشوط الثاني ما سجلنا أهداف وطلعت النتيجة 5-0 وصار في مباراة ثانية بعد مع نادي النجاح اللي هو الأهلي الحين نادي النجاح بعد لعبت معاهم وصار بلنتيات وأنا الوحيد اللي سجلت بلنتي بين اللعيبة ربعي يعني. فمن ذاك اليوم يعني الجماهير والهذي طالب أن يرفعوني درجة أولى وأن ألعب معهم درجة أولى. طبعا كان مدربنا الله يعطي الصحة والعافية الأستاذ أحمد الأنصاري رفعوني درجة أولى وخذوني منتخب قبل لا ألعب لحين درجة أولى ما لعبت خذوني منتخب منتخب الأول منتخب منتخب قطر 69 تقريبا لا في 70-71 70-71 راحوا بيروحون الدورة العربية في العراق أنا جيتهم قلت لهم أنا ما راح أروح يعني ليش قلت لهم أنا أول شيء أنا صغير ثاني شيء أنا وين وهذيل كل واحد إيش كبر لو يضربوني شذي ولا شذي كنسلوني أنا مش رايح يعني. فأحمد الأنصاري أول شيء كان في اتحاد الكرة طبعا تفهم الوضع في رعاية الشباب كان ذيك الأيام تفهم الوضع وطبعا ما ودوني معهم راحوا ولعبوا ورجعوا يعني بعد ما عودوا طبعا مرة ثانية ضموني المنتخب سنة 72 زين ماجد شلون كنت توفق ما بين الرياضة والدراسة زمان ما كان فيه يعني الارتباط اللي مثل الحين لأنه ما كان فيه لا مادة ولا في عقود يعني أنت لازم تلتزم فيها وكذا لا التمرين بعد ما تخلص الصبح تروح المدرسة بعد ما تخلص الظهر من المدرسة تجي البيت تتغدى تجلس لك شوي العصر تروح النادي تتمرن تمرين النادي أو المباريات ما كان في يعني كان في بساطة يعني كابتن ممكن تقول لي اللاعبين الوحدة في تلك الفترة اللي دخلت فيهم ومؤسسين نادي الوحدة أو رئيس النادي الأعضاء اللي معاه كان الرئيس اللي هو محمد نور العبيدلي معروف محمد نور العبيدلي وكان معاه سلطان الجابر الله يغفر له الله يرحمه وكان في الإدارة كانوا موجودين معاه رستم باقر ويعني كم من حقيقة كم من واحد أنا يعني لحين كنت صغير وش اسمه ونسيتهم بالضبط يعني لكن أذكر اللعيبة اللي كانوا موجودين يعني حتى كان من بينهم عبد الأمير زين الله يرحمه كان موجود فريق الشباب غير فريق الأول غير أنا لما دخلت الشباب كان حارسنا علي عبد الستار هذه كل الصنايع في يده كان حارسنا هو وكان عندنا دفاع عبد الله المال كان ظهير وكان محمد جابر الإسحاق وكان سالم ثاني وكان فري مفتاح لعبد الله وكان بعد يعني كان معانا في الوسط محمد السيد عبد العزيز المضيحكي عندنا يوسف الحوسني يسمونه يوسف الرينج والحين موجود الله يمسيه بالخير موجود في أبو ظبي طبعا وكان معانا أبو سيول عبد الله أبو سيول ومعانا محسن ذياب الله يغفر له اي الله يرحمه ويغفر له وخليفه اخوه بعد الله يرحمه و يعني كانوا مجموعه يعني يمكن الحين شوي ما اتذكر بعضهم لكن كانوا مجموعه صراحه فريق ممتاز كان في ذيك الفتره متى صار الدمج الدمج صار هل تفاجأتوا به ولا
كان ممهد له يعني. لا احنا طبعا في الدمج احنا كنا صغار وما لنا في الحاجات هذه، وقالوا انه بيدمجون الوحدة والتحرير سنة 72، هذا الكلام بيدمجون الوحدة والتحرير. طبعا اجتمعوا إدارة الوحدة وإدارة التحرير وقرروا شو يكون الاسم وش اللبس الزي يعني اللون، قرروا انه يكون العربي يسمونه العربي، واللبس مشترك، كان الوحدة احمر وابيض وكان التحرير احمر وابيض واسود، قالوا نشيل الاسود ونخلي المشترك بيننا اللي هو اللون الاحمر والابيض ويصير نادي العربي وبالاحمر والابيض، فاتفقوا على هذا الاساس. وبعدين النادي طلع من البراحة راح شرق اللي هو فريج الهتمي، كان نادي التحرير فريج الهتمي، فرحنا كلنا هناك في فريج الهتمي، وبدأ يعني بدأ النادي العربي باسمه الحالي من هناك من فريج الهتمي، ومن ذيك السنة من 72 وصارت الانطلاقة الحقيقية للنادي. طبعا انت كملت دراستك؟ انا كملت دراستي الثانوية طبعا كل دار المعلمين، خلصت دار المعلمين وطلعت لي بعثة اروح مصر، كنت بدرس يعني رياضة، لكن انا كنت في المنتخب والشيخ قال لا ما خلوه يدرس هني، وقالوا لي انك بتدرس يعني في شو اسمه احسن لك كذا عشان تلعب كوره وعلى نبيك كمنتخب وهذه، قلت لا ما عندي مانع. درست في جامعه قطر وخلصت سنه 80 في جامعه قطر. 88 جامعه ماجد اعتقد 76. الدفعه الاولى انت كنت هنا؟ لا الدفعه الرابعه. الدفعه الرابعه اي الدفعه الرابعه في مدينه خليفه. في مدينه خليفه وخلصت هناك مدينة خلص خليفة. مدينة خليفة أي. قبل لا تنتقل للجامعة؟ لا قبل الجامعة الجديدة. قبل الجامعة الجديدة أي. أنا في مدينة سنة كم تخرج؟ 80 سنة 80 80 81 80 81 أي. تخصصك؟ كان جغرافيا عامة. جغرافيا؟ جغرافيا عامة. زين اشتغلت مدرس عقب ولا؟ لا أنا بس يعني اشتغلت مدرس لكن مو اشتغلت لا، وأنا في الجامعة يعني تيتشر انستيتيوت يسمونه يعني تدريب اي، فدرست الإعدادية ودرست الثانوية، ومن قبل أنا مدرس كنت في دار المعلمين الابتدائي في مدرسة ابتدائية. وين توجهت للعمل؟ برجع حق الرياضة، أنا برجع للكرة القدم بس. اي أنا بعد ما خلصت الجامعة طبعا جلست حوالي 6 شهور وحصلت لي وظائف ثانية طبعا في دوائر حكومية، لكن بعدين طبعا قالوا لي انك يبيك الشيخ، ورحت له في القيادة العامة الشيخ حمد. الشيخ حمد ومن هناك الشيخ قال لي خلاص انت ملازم اول وكذا، والمكان اللي تبيه يودونك فيه. اي ودخلت الجيش. دخلت الجيش ملازم اول. المنتخب العسكري. اي المنتخب العسكري دخلت وانا في الجامعه بعد، كنت للحين يعني ما دخلت الجيش، دخل في المنتخب العسكري، يمكن لا مو في الجامعه، في المنتخب العسكري سنه 75 وانا في الثانويه في دار المعلمين. لعبت في وين كانت دار المعلمين؟ دار المعلمين اللي كانت وزارة البلدية. اي اللي في المرقاب. في المرقاب عند محطة البترول. اي واحد محطة البترول قبل محطة البترول. قبل محطة البترول. اي هني كان اذكر بابها مشاهد جبلة. صح. هاي دار المعلمين، بعدين انتقلنا من هناك سنة واحدة. انتقلنا لهني الاستقلال الثانوية هذه. تدري ايش ميزته ماجد؟ نعم. ان السوق حواليك. تحول كل شيء حواليك. كل شيء حواليك. هذه ميزته. لا صحيح. لان دار المعلمين فعلا يعني مثل ما انتجت لاعبين انتجت ايضا فنانين ممثلين كتاب مبدعين، ترى طلعوا كلهم اغلبيتهم من دار المعلمين يعني. من ضمن شو اسمه يمكن تتفاجأ اذا اقول لك انا من مؤسسي المسرح القطري. لأن في دار المعلمين محمد عبد الله الانصاري الله يرحمه. نعم الدكتور والاستاذ الدكتور محمد عبد الله الانصاري كان مدير دار المعلمين. صحيح. وسوينا هناك المسرح
وأنا كنت من ضمن الموجودين. ومثلت يعني؟ أنا بس مثلت في صغر قريش بروفات وهذه، بعدين وقفت في صغر قريش، ما رضيت لا في حالات الثوب رجعت منه فيه. أي هاي من أوائل المسرحيات. سبع السبنبع، سبع السبنبع. بس وقفت بعدين، قلت لهم أنا ما أمثل، بغوني بغوني. قلت لهم ما أمثل ليش؟ قلت لهم ما يصير الحين أنا ألعب كرة، أروح الملعب هناك واحد يصوت علي باسمي هني في الجسم، ما يصير، أنا ما أبي. قالوا لي زين خلاص اختار أي شيء ثاني. اخترت أني ألقد ملقن. إيه اللي تحت إيه أقول لهم الكلام. عندك الناس وانت تقرأ لهم. إيه بس مسرحيتين هذه، وبعدين خلاص قلت لهم ما أبي. بس هذه المسرحيتين بعدين قلت لهم ما أبي، وبقيت وياهم. لا ما بعدين أنا انفصلت الحالي يعني، خلاص ما في وقت أصلاً كورة ومسرح. صاحب البالين كذاب. صحيح. أبو محمد بس فاصل قصير ونرجع أعزائي المشاهدين ونتواصل مع الكابتن ماجد الصايغ. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومن ملعب نادي العربي، نواصل الحديث مع الكابتن الأخلاق ماجد الصايغ. أبو محمد، كنا نتكلم قبل فاصل أبو محمد، قلنا على أساس أن كان بين المسرح وبين الرياضة بين الكورة. زين ما سويت مطرب بعد، ممثل ورياضي وعسكري وجامعي. زين أبو محمد، تتذكر أول هدية جاتك في حياتك؟ إيه. شني؟ كسوة. اللي هي صوف، يعني قطعة قماش يسمونه يعني يتلون لونين. أيه. يسمونه الأول، في له اسم. جاتني من عند شيخ من الشيوخ في نادي الوحدة يوم سجلت أنا مع نادي النجاح. سجلت جول اللي هو البلنتي، وربعي كلهم ما سجلوا في البلنتيات. جايبين الكسوة هذه حق واحد كان إيراني عندنا، لاعب ممتاز الحقيقة، لكن في ذيك المباراة ما أدري شو اللي صاده، وعلى اللعب اللي لعبناه وكذا، وشافوني أنا صغير وهذه عطوني الكسوة. وأتذكر يعني أول هدية في حياتي خدتها. أول هدية من الوالد ولا الوالدة؟ الوالد الله يرحمه كان عطاني ساعة رادو. ساعة رادو أول مرة يعني في قطر تجيها. أول ما نزلت. أول ما نزلت اشترى لي ساعة رادو وعطاني إياها، وعطيتها في يدي أسبوع وضاعت. شلون ضاعت؟ راح ندور يعني. أنا صغير وراحت ما أدري في الملعب، وأنا شو اسمه حطيتها ما أدري ألعب ما أدري إيش. نروح ندورها يعني. والله وضاعت بعد. زين. الآن انضميت للمنتخب. نعم. وتذكر أول مباراة؟ لا قبل أول مباراة، تذكر اللاعبين اللي معاك في نادي الوحدة؟ إيه قلت لي أنت مساعد لعب ستار هذه؟ إيه لا هذيلا طبعاً فريق الشباب. إيه؟ طبعاً الفريق الأول كانوا يختلفون عن فريق الشباب اللي أنا قلتهم. طبعاً الفريق الأول كان محمد علي المطاوعة، وكان معانا ساهر الجاعوني حارس بعد، ومعانا عبد الله ذياب، ومعانا رشيد مفتاح، ومعانا طبعا في الـ يعني في الـ شو اسمه تخيل مسعود. كان انا كان سلطان سويدي على الاخر يعني بيكنسل زي ما تقول. كان موجود عبد الأمير زينل، يعني كان علي جديد، عبد الله الدلو الله يرحمه بعد، ويعني مجموعة من الـ الـ الـ
خليل اسماعيل كان مهاجم. خليل هو الممثل؟ لا خليل ما مثل. في يعني مجموعة لاعبين الحقيقة، وأنا كنت أصغرهم يعني في الفريق، كنت صغير وايد يعني. نجي حق مرحلة التحاقك بالمنتخب الأول. طبعا سنة 72 هذه بعد دور العربية، سنة عقب 72 جاءت دورة الخليج الثانية في السعودية. صحيح. بعد يعني المنتخب بغوني أروح معاهم. المهم أن أنا رحت الدورة هذه بس ما لعبت في الدورة، ما لعبت. رحت معاهم إيه منتخب وكل شيء بس ما شو اسمه، بس هذه بدايتي الحقيقية في المنتخب يعني. يعني وصلت الرياض بس ما شاركت. ما شاركت، كنت قاعد مع المدرب. كان يقولون لي أنت صغير. أنت صغير، وفعلا أنا كنت أصغر لاعب. حتى وإحنا يعني نتمرن أحيانا الصحفيين يلحقوني يصوروني إن شون هاي جايبين واحد صغير وايد يعني في قطر. ففي الآخر فريقنا طبعا ما جاب نتيجة. لا. حتى أذكر الشيخ ثامر، أعتقد هاي الثاني اللي دخلت وياكم الإمارات. الأولى ما كانت الإمارات، دخلت الإمارات. أيوة الأولى ما كانت، أول دخول الإمارات. فحتى قال لهم الشيخ ثامر لو لعبتم وايد كان على الأقل بيجيب لكم جول جولين بتفوزون، أنتم ما لعبتوا كله صغير تقولون له. صحيح. أذكر هذه الشيخ ثامر محمد. أي بعدين سنة 73 كانت فيه البطولة العربية في الجزائر، ورحنا الجزائر في البطولة العربية ولعبنا ضد الجزائر وتعادلنا معاهم هناك، ولعبنا مع مصر بس مثل التقسيمة يعني. فهني يعني بينت زي ما تقول مهاراتي الحقيقية في الملعب يعني. فمن ذاك اليوم، وكان المدرب حلمي حسين، من ذاك اليوم وحلمي حسين أول شو اسمه يحط اسمي وبعدين يحط اللاعبين يعني من أيامها. وبقيت أنا ألعب مع المنتخب لين سنة 81-82 خلاص وقفت. 82 توقفت يعني عن المنتخب. عن المنتخب كل البطولات كل هذه شاركت فيها يعني مع المنتخب، كل المباريات سواء أجنبية سواء. أكيد كل لاعب أو كل فنان لاعب لا انعطافات في حياته، يعني انعطافاتك أنت من خلال الكرة وين تجدها كانعطافه؟ تقول والله هذا أول انعطافه، هاي ثاني انعطافه. يعني ممكن تلعب 20 مباراة ما تكون فيه انعطافه، لكن مباراة مباريات تكون لك فيه تميز وانعطافه. يعني الميزة اللي فيني أنا كنت على طول يعني ألعب المنتخب، أي مباراة للمنتخب أنا موجود من سنة 73 وأنا ألعب يعني. بعد بطولة آسيا اللي في تايلاند، هذه اللي ما لعبت فيها بسبب أنه كان عندي إصابة في الأنكل الريل فقط، ولا كل البطولات وكل المباريات أنا موجود فيها ألعبها يعني. هاي ميزتي أنا، أني أنا يعني على طول يتعورون يروحون يرجعون في المنتخب اللاعبين، ويجون يروحون ناس يجون غيرهم وأنا موجود في المنتخب. أي هذه كانت يعني الميزة أو الشيء الزين يعني كان فيني يعني. خلينا نتكلم عن الدورة الثالثة. لعبت فيه أنت الدورة الثالثة؟ لعبت في الدورة الثالثة في الكويت؟ أي في الكويت نعم. وجبتوا المركز الثالث صح؟ جبنا المركز الثالث. تكلمني يعني هل تعتقد أن هذه هي بدايتك الحقيقية من هذه المباراة؟ والله شوف، ولا عقب جات مباريات؟ لا احنا في الدورة الثالثة، في الدورة الثالثة احنا كنا مميزين. صح. فريق مميز جدا ما عدا
مباراة واحدة اللي احنا ضيعنا يعني ضيعناها اللي هي مباراة الكويت، واللي احنا كنا في جميع المباريات كنا ند للفرح كلها، ويمكن يعني حتى الفريق الكويتي يعني ذاق المر معانا. كانت لياقتنا عالية، كنا شباب صغار، كنا متكاتفين مع بعض كلنا يعني زي ما تقول يد واحدة. ميزة في الدورة الثالثة هذه كانت في الكويت، لذلك احنا جبنا نتيجة زينة اللي هي المركز الثالث، وكان بإمكاننا نجيب أحسن من المركز الثالث. كانت قامت لكم احتفالات و... طبعا هذه لأن البطولة هذه أول ميدالية في يعني نحصلها، قطر تحصل أول ميدالية في هذه البطولة اللي هي البطولة الثالثة. أنت محمد غانم، أنا محمد غانم، محمد سليطي، كان محمد سليطي، عبد الخالق سعد، عبد الخالق نعم صحيح، كان في مجموعة لاعبين الحقيقة ممتازين في البطولة الثالثة، وكنا متكاتفين أكثر. يعني كان إلى أن الدورة الثالثة كان لها صدى كبير صراحة، يعني حصل لها صدى كبير اللي صارت في الكويت. يمكن لأول مرة احنا نشوف نقل مباراة، وعرفت قبل الأولى والثانية يمكن ما شفنا، لكن الثالثة بدت مباشر، بدت تطلع نقل مباشر نعم، ولا واحتفالات وكذا صارت، والملعب طبعا في الكويت تعرف مشجعين الكويت يسوون جو، يعني يسوون جو جماهير نعم تسوي جو، فكانت انطلاقة حقيقية. لكن هي الأفضل اللي هي في الدورة الرابعة هذه، لا أنا هذه الدورة الرابعة هذه تبيلها استرسال، أبيه باخذها معك في حلقة، دورة مميزة هذه، لا في حلقة في حلقة أخرى، لأن هذه لأن اجتمعت كل العناصر صحيح في إنجاح بطولة مثل دورة الخليج، وأنت صحيح شاهد أعياني، يعني أنت صحيح واحد من الناس شاهد أعيان على هذه البطولة، راح نتكلم فيه إن شاء الله صحيح في حلقة قادمة. ما زلت تذكر أول راتب حصلت عليه كم قيمته؟ بالضبط ما أدري كم يعني راتب، لا أنا كفي الرياضة يعني في الكورة، لا في الوظيفة، في الوظيفة، في الوظيفة أول راتب مسكته تذكر؟ والله أول راتب كان أعتقد ما أدري 7000 ريال شيء من هالقبيل، في هالحدود. أي في هالحدود شيء. زين أول سيارة شريتها في حياتك؟ كان عندي مازدا صالون. اي صالون، هذه اول سياره شريتها، مازدا صالون حمراء 4 سلندر، اي مكيف وسيتات شموا، كان او هذه طبعا ما كان في وما كان في سيارات مكيفات ولا شو اسمه، كم خذت؟ وانا عندي جاتني هديه، جاتك هديه من؟ جاتني هديه من من سالمين سويدي، والله تستاهل، عن طريق سلطان من خالد السويدي، والله تستاهل. بعد ما خلصنا الدورة الثالثة جاتني هي هدية من عنده، هدية جاتني هدية، لأن قال هو عنده أن أنا أحسن لاعب في فأعطوني السيارة. وأنت حقيقة أنك كابتن تستاهل، الله يعطيك الصحة والعافية، تستاهل كلاعب وتستاهل كأخلاق أيضا، الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى هذه الحلقة، على أمل أن نتواصل معكم في حلقات أخرى مع الكابتن والنجم الكبير ماجد الصايغ، لنعيد الذاكرة معه ويسترسل لنا عن ذكرياته. شكرا. إن في الماضي نادي الوحدة، لاعبين نادي الوحدة والأندية الثانية يتمرنون مع بعض، لكن ما صير خيانات بينهم، وكان للاعيبة ثانيين بعد في أندية أخرى يعني، بس كلنا نتمرن مع بعض. بس أنا يعني بعد مثل ما عرفت إن في أكثر من نادي حاول معك، حاول معك حبيا مثلا، لا في أندية مثل طبعا نادي السد، كل منتخب أنا جالس ألعب معهم ويتعورون اللعيبة ويطلعون ويجون وأنا ألعب، ولعبت المباراة وأنا مريض، لعب ما في مثله والله شيء، والله كلهم يقولون لي كل مرة تعال أنت مريض، بس وإحنا راجعين هو حط في مخنا خلاص هذه لازم أشله.
لأن هذه بيخرب اللعيبة، بيخليهم يصومون لهم. طبعا احنا كلعيبة اخذنا على عاتقنا ان احنا لازم نعمل شيء في هذه الدورة، لأن حقيقة يعني بلادنا ما قصروا معنا، كل شيء يعني موجود كان. فهاي البطولة مثل ما قلت لك يعني أهل قطر كلهم كانوا يعني على هبة الاستعداد، وهذه مش لعيبة الحين ومش عارف من هالقبيل. في فرق حين بين لعيبة الحين ولعيبة الأول يعني يا ماجد؟ حبا في الرياضة، حبا في بلدك، حبا في ناديك. هو كان حماسي ويلعب بروح ويلعب يعني من فأنا أقول حق خدت الكرة من شو اسمه الجول، وقلت حق اللاعبين لعبوا لعبوا، هذيلا بنعطيهم خمسة ما عليكم منهم. وفعلا انتهت المباراة 5-1 لنا، لأن هذول بيلعبون من قلبهم حق بلادهم، يحبون يعني أكثر يحبون بلادهم، ربوا عشان هاي البلاد، حبوا البلاد، أهلهم من البلاد، حتى الجمهور لما يجي بيجي حق عياله.